فيها باش نبدا نفسر، واللي عنده كيستيون ولا حاجه يكلمني ان شاء الله. ليه؟ كما قلنا، اول حاجه باش نبدا بها في اي بروبليم ولا اي اكزرسيس يطلب منك انك تعمل الفورم جينيرال، والا تطلع السوليسيون الجوريثميك نتاع بروبليم معين. ليه؟ البروبليم كي تجي تخدم الجوريثميك عندك ستركتير معينه انك تكتب بها الالجوريثم نتاعك، اللي هي معظمنا يعرفوها انك تكتب كلمه الجوريثم بعد اسم نتاع الالجوريثم نتاعك. سامحوني باش نعمل بارتاج لحظات. واضح. باهي وتو. باهي مريك. كما قلت لكم ديما وين يطلب منا في اكزرسيس انا نخدمه سوليسيون، يطلب منا اول حاجه باش نعمل سوليسيون الجوريثميك، يعني الالجوريثم نتاع البروبليم اللي عطيه لك هو. نفترضوا نحنا باش نعطيكم اكزرسيس صغير باش نفهموا فيه البرانسيب نتاع الفورم جينيرال نتاع الالجوريثم نتاعنا. اول حاجه باش نعطيكم الفورم جينيرال، اللي هي اول حاجه تكتب كلمه الالجوريثم بعد اسم الالجوريثم نتاعك، تعمل كلمه دوبي، وفي الاخر الفان تاع الالجوريثم نتاعك، وفي الوسط اللي هي في الزون هذه باش تعمل لي زانستريكسيون تاعك نتاع الالجوريثم. نفترضوا نحنا الاكزرسيس نتاعنا اللي هو اكزامبل بالطبيعه اكرير ان الالجوريثم كي بيرمي دو سيزير ان انتي والا دو زونتي de entiers puis afficher leur sort. ليه نفترضوا هذا الاكزرسيس الصغير اللي باش نفهموا فيه تا. يعني شنو باش يطلب منك في الاكزرسيس لهنا؟ قال لك اكتب لي الجوريثم، يعني باش تعطيه الجوريثم سوليسيون الجوريثمي كي بيرمي دو سيزير. لو نفهموا واش معناها سيزير واحده واحده ان شاء الله، qui permet de saisir deux entiers, معناها مشهم ريال ومشهم كاركتير ومشهم شين دو كاركتير، وفي الاخر يافيشي لي الصوم نتاع لي دو زونتي هذو. ليه؟ اول حاجه شنو هو عندنا نحنا، شنو باش نعملو؟ اول مرحله باش نعملو السيزي نتاع دو زونتي، هذه المرحله الاولانيه. من بعد نكملو سيزي اللي هما نفترضوا انه لي دو زونتي لي باش نعملهم السيزي هما ا اي بي. نختار سيبوزون بي، يعني لهنا اول حاجه اش معناها كي تلقى في اكزرسيس يقول لك اعمل لي سيزي نتاع حاجه، يعني راك باش تدخل الفالور هذاك عن طريق الكلافي. هذا اش معناها سيزي؟ معناها راك باش تكتب حاجه عن طريق الكلافي. كي تكتب حاجه وتعمل اونتري، الفالور هذاك باش يمشي كدوني في الاكزرسيس نتاعك. ليه؟ لهنا سيزير دو زونتي ا اي بي، دونك ال ا وال بي باش نقراهم. اول حاجه لانستريكسيون، وي تلقى في اكزرسيس كلمه سيزير راك باش تستعمل لانستريكسيون ليك باش نكونوا واضحين. وين عندك سيزي راهو عندي لير. لير اش معناها؟ كي نكتب لك هنا في الاكزرسيس نتاعي هذا سيزير ا، باش نكتب له لير اونتر بارونتيز ال ا. اش معناها كلمه لير ا؟ باش نمشي هنا بالكلافيي نكتب، نفترضوا هذه ليكرون تاعي، ليكرون تاعي باش نكتب له مثلا فالور بالكلافيي نكتب له 8 ونعمل اونتري. لويت هذيك وين باش تمشي؟ باش تمشي لي في الفاريابل، تتحط لي في الفاريابل المحطوط في اللير هذاك في الا. دونك بعد لا نكتب 8 ونعمل اونتري الا، كي نجي نشوف الفالور دو ا نلقاه وي. هذه بالنسبه لللير، يعني سيزير باختصار اني
نخدمه بالانستركسيون لير. وش معناها لير ار؟ معناها اكتب لي حاجة عن طريق الكلافيي، راني باش ناخوها بالكلافيي، يعني اي حاجة تكتبها لي عن طريق الكلافيي هذيك تتسمى سيزي. به عملنا سيزي دو ار، نفس الشيء باش نعمل السيزي اللي هي لير، سامحوني لير بي، هذه باش نعمل السيزي نتاع البي. تو عملت اللير ا واللير بي، قريتهم عن طريق الكلافي، شنو باش نعمل؟ قالك اخر انستركسيون او اخر تاش باش نخدموها في الالغوريثم هي افيشي لا سوم دو ا اي بي، يعني باش نجمع ال ا والبي ونافيشي السوم نتاعها. لهنا شنو باش نعمل؟ عندي طريقتين، يا باش نستعمل قبل الطريقتين هذو باش نفسر لكم اش معناها افيشي. وين تلقوا الانستركسيون كلمة افيشي في اي اكزرسيس راهو معناتها باش نستعمل اكرير. اش معناها اكرير؟ معناها راني باش نافيشي حاجة على الاكرون. اش معناها باش نافيشي حاجة على الاكرون؟ نفترضوا كتبت الانستركسيون هذي اكرير مثلا باك، شنو باش يصير؟ باش يمشي يكتب لي كلمة باك على الاكرون. يعني لهنا نجي نمشي للاكرون تاعي تنلقى كلمة باك موجودة. اش عمل؟ يعني اكرير تفيشي لي على الاكرون حاجة، واضح؟ تفيشي لي على الاكرون ان ميساج ولا ان كونتيني دو لا فاريابل. نفترضو كتبت لك ما كتبتلكش اكرير باك كيما كيك، كتبت لك هاك اكرير باك لكن ما عملتهاش انتر دو كود، هذه مش باش يافيشي لي الباك، لا ما تعرفوش فرق اني نحط حاجه انتر دو كود منا ومنا، وفرق اني نحطها من غير دو كود. شنو الفرق؟ اذا حطيتها انتر دو كود باش يهز لي الميساج هذاك يحطه على الاكرون كما هو، كما وريت لكم هنا يافيشي لي كلمه باك في الحاله الأولانية هذه. في الحالة الثانية باش يلوج، باش إذا ما حطيش دو كود شنو يعتبروا كلمة باك هذيك؟ يعتبرها أنها فاريابل. إيش معناها فاريابل؟ الفاريابل هو بلاصة نحط فيها لي دوني نتاعي، سيتان ميموار دو ستوكاج. إيش معناها؟ معناها بلاصة باش نسجل فيها الدوني. كيما لهنا كي كتبت لير أ، إيش عمل؟ الـ أ هذاك سيتان فاريابل. إيش معناها فاريابل؟ معناها باش نخزن فيه معطى، خزنت فيها الثمانية اللي دخلتها عن طريق الكلافية، واضح؟ لهنا كي كتبت له اكرير باك وما حطيتهاش انتر دو كود، الكلمة الباك هذيك سيتان فاريابل باش نافيشي به. لهنا تيمشي هو يلوج على الفاريابل باك الفوق، لهنا باش يطلع الفوق فوق لي زانستريكسيون هذوك. اذا لقى الباك الفاريابل باك مثلا باش نحط فيه هنا مثلا ميساج هاد تروازين، باش يلوج عليه اكرير باك، يمشي يلوج على كلمة الفاريابل باك شنو فصلتو، باش يلقى ان ان ان. شنو باش يعمل؟ باش يفيشي على الاكرون ان ان ان. نفترضو رجع للفوق للي زانستريكسيون الفوق وما لقيش الفاريابل باك، شنو باش يعمل؟ باش يخرج لك الرار، يقول لك راني ما لقيتوش الفاريابل باك، لازمك الميساج باش يظهر لك يقول لك راهو الفاريابل باك انديفايند نوت ديفايند. اش معناها نوت ديفايند؟ راني ما عرفتوش. مادام ما عرفتوش باش يخرج لك ايرور. باهي دونك وقت اللي يطلب علينا سيزي، راني باش ندخل حاجه عن طريق الكلافي، وقت اللي يطلب علينا افيشاج باش نستعمل انستريكسيون اكريت، وفي الـ في الـ في السيزي باش نستعمل انستريكسيون ليب. شكون عنده سؤال هنا؟ واضح يا جماعه؟ واضح؟ اي مش شكلا. باهي نكمل.
بعد اللي عملنا السيزين تاع الاول بي توا جيست باش نافيشي الصوم. كيفاش باش نافيشي؟ قلنا نافيشو عن طريق الانستركسيون اكريت. باش نكتب اكرير اكرير ونافيشي شنو هو طلب منا الصوم تاع ال والبي. دونك ا بلس بي هذيك باش نعمل بها الصوم. وشنو وين باش نافيشي؟ باش نافيشي بالانستركسيون اكرير. اش معناها افيشي؟ معناها باش تشوف الريزلتا في الليكرون، النتيجة نتاعك باش تظهر لك على الليكرون. باش نخدموها على البايثون تو باش نفهموها اكثر. بالطبيعة انتم تخدموا في بيبي على توني. بي اول حاجة نحلو في نتر جديدة في البايثون لهنا الاكرير تولي لنا برنت. برنت والا نحن ما عندناش اكري، عندنا لير، عندنا لير. دونك لير هي الانبوت. ال ا ايجال انبوت باش نقول له دوني ان اونتي. بالطبيعه لهنا مادام اونتي لازم نحط له ان. تو نفسر لكم بعد الكود ان شاء الله، نكتبو ساعة ومن بعد تو نفهمو واحدة واحدة. هذه البي ومن بعد باش نافيشي الإكرير الأخرانية الإكرير أ بلس بي. شنو باش تولينا؟ باش تولينا برنت. برنت أ بلس بي بي. تو باش نفهم واحدة واحدة اللير اللي كتبناها الأولانية هذه بالكل الترديكسيون تاعها في البايثون هي الانبوت هذه اللير ا. يعني اللير ا في البايثون اش تولينا؟ تولينا انبوت باهي. وبالنسبه للانت هذه علاش زدتها؟ لانه هو في الاكزرسيس في اللي نونسي قالنا سيزير دو زونتي يعني زوز عدد. مادام لهنا طلب منا باش نعملو سيزيم تاع دو زونتي، دونك لهنا اوبليغاتوار عليا اني ناجوتي الانت. اش معناها انت؟ معناها حول لي الفالور اللي دخلته انت ابارتير من الكلافي بالانستريكسيون انبوت اللي هي نفسها اللير، حوله لي لونتي. واضح؟ لاني الانبوت وحدها كي نكتب هكا نفترضو كتبت ا ايجال انبوت هذه اش معناها؟ معناها راهو ال A التيب نتاعو شنو؟ التيب نتاعو شين دو كاركتير. اش معناها شين دو كاركتير؟ شين دو كاركتير معناها ان انسومبل دو كاركتير، يعني مجموعة كاركتيرات. ان انسومبل أي حاجة في الكلافية تسمى كاركتير. كي تقرص على برشا دي كاركتير موجودين على الكلافية مع بعضهم يكونوا لنا شين دو كاركتير. بي لهنا علاش قلت لكم التيب نتاعو شين دو كاركتير كي ما نحطش الانت؟ لاني الفونكسيون انبوت هذه بار ديفو كي ندخل لها اي حاجه في الكلافي سواء كانت عدد او كاركتير او سامبول او اي حاجه ترجع لك كاركتير. هذيك هي هما اللي خدمها اللي صانع الانبوت هذا، خدمها كيما كيك قال لك الانبوت ترجع لي كاركتير او شين دو كاركتير. معناها انت كي تكتب له، نفترض كتبت له بالكلافي كتبت له 5 وعملت اونتري، هل انه 5 هذيك ياخذها لي يحطها في الا؟ هل انه ياخذها لي سو فورم دو 5 عدد يعني ان نمبر، ولا ياخذها لي شين دو كاركتير؟ لا ما ياخذهاش 5، ياخذها سو فورم هك، يعتبرها شين دو كاركتير. دونك لهنا مادام هو في الاكزرسيس لي نونسي نتاعي طالب مني اني نقرا اونتي عدد، لازمني نعمل له الكونفيرسيون نحوله لونتي باش يولي لي 5 انوب. واضح ولا؟ دونك لهنا الزياده نتاع الانت هذيك وقت اللي يطلب مني اني نقرا اونتي نعمل انت، وقت اللي يطلب مني اني نقرا ان ريال ريال عدد. شنو الفرق ما بين ريال ولونتي؟
اللون تي هو عدد من غير فاصل، والريال هو عدد بالفاصل. هذا باختصار لون تي عدد من غير فاصل اللي هو في البايثون لون تي واللي لنا انت، والريال عدد بالفاصل اللي هو في البايثون يولي لنا فلو. دونك انت وقت اللي يطلب منك في اكزرسيس انك تعمل سيزين تاع ريال، الانت هذه تبدلها بالفلو. اذا يطلب منك اونتي تخليها تعمل اونتي. سيبوزون طلب منك لا اونتي لا ريال، طلب منك انك تعمل سيزين تاع شين دو كاركتير والا كاركتير، لا تحط لا انت لا تحط لا فلو، تخليها انبوت ا ايجال انبوت. واضح؟ هذه هي الفرق ما بيناتهم الثلاثة. دونك وقت اللي حاجتك باختصار، وقت اللي حاجتك انك تدخل اونتي تعمل انت انبوت هاك، هذه هي باش نعملو سيزي دان اونتي به. هذه هي دور. اذا حاجتنا باش ندخلو كريال يعني عدد بالفاصل، هذه تتبدل تولي فلوت. اذا حاجتنا باش نعملو شين دو كاركتير والا كاركتير، سيزيد كاركتير كاركتير او ان شين دو كاركتير، شنو نعمل؟ نحيها هي نخلي حتى شيء هاك. هذوما اللي باش تخدموا بهم انتوما ديما في السيزي، يا هذي يا هذي يا هذي، كانوا اونتي تعمل ان فلوت بالنسبة للريال، والانبوت بالنسبة للشين دو كاركتير. في بالي واه. نحنا نرجعو للاكزارسيس نتاعنا، مادام عندنا اونتي دونك حطيت ان، الا باش نحط فيها عدد، البي باش نحط فيها عدد، وباش نافيشي من بعد الريزلتا اللي هي نتاع الصوم نتاعي. دونك نعمل ليكزيكسيون لهنا، يقول لي دوني ان اونتي، نكتب له مثلا 5. السانك وين مشت هذيك تحطت في الفاريابل أ، من بعد نمشي نحط له مثلا كاف، نعمل اونتريش حط لي نتيجة لهنا برنت. دونك برنت اللي هي الإكرير، النتيجة نتاعي أ بلس بي 5 بلس 4 اللي هي أنا. في بالي ما فماش مشكلة هنا. دونك لهنا الألغوريتم نتاعنا الفورم جينيرال اللي حابين نوصلوها، أنه أول حاجة تكتب ألغوريتم، اسم الألغوريتم نتاعك، من بعد تعمل دو بي، وفوسطها الانستريكسيون اللي باش تخدمهم انت حسب ليكزارسيس. باهي، تو باش نحددو للبارتي الثانية اللي هي لي تيب دو دوني سامبل. عندنا لي تيب دو دوني سامبل اللي هما لازمنا نعرفوهم باش نجمو نخدمو، اللي هما عندك اونتي وريال وبوليان وكاركتير وشي. باهي، شنو الفرق ما بيناتهم؟ بالنسبة للاونتي كنت نفسر لكم فيه تو تو، لونتي هو عدد من غير فاصل، عدد من غير فاصل. فور اكزامبل اللي هو نختار 5 موان 5 100، هذه اعداد سي دي زونتي، هذو سي دي نومبر اونتيير. باهي، بلغه اخرى اي عدد ينتمي للانسومبل زيد، اي عدد ينتمي لونسومبل زيد هو سيتان اونتي. باهي، لهنا في البايثون اش تولي لنا الاونتي؟ قلنا انت، خدمنا بها في الاكزومبل اللي فات اللي هي انت. الريال اي عدد بالفاصل، مثلا 5 بوند اللي هي فيرجيل 2 9 فيرجيل 3، هذه اعداد سي دي نومبر فلوتون، تتسمى اعداد عشريه نقولوا نحن. به في البايثون تولي لنا فلوت، فلوت هيك يعني الريال كي تجي تخدم تحوله في البروجرام توني تبدله فلوت. به بالنسبه للبوليان، البوليان هو شنو؟ البوليان هو تيب ما تلقيش فوسطو الا الفري والفو، يا فري يا فو، ما تلقيش حاجه اخرى. مثلا نجي نلقالك نكتب لك هكا، نكتب لك مثلا تيست ايجال فولز، نجي نسالك نقول لك شنو النوعيه التيب نتاع الفاريابل تيست، كيفاش تعرف؟ مادام فيه فولز اللي هي فو، تقول لي راه التيب نتاعو بوليان.
حاجه اي فاريابل لقيت التيب لفوست وحطيت يا فري يا ترو يا فولز، هذاك التيب نتاع الفاريابل التيب نتاعو سي دو تيب بوليان. واضح هذا اش معناها تيب بوليان؟ في البايثون يولي لك بول بي او او ال. بي التيب اللي بعده سي دو تيب كاركتر. الكاركتر هو باختصار شنو اي حاجه تكليك عليها في الكلافيه، مي التايم تاعه واحد ما يكونش ان، نفترضوا برست على خمسة اطوال بليس اي حاجة في الكلافي هذيك تتسمى ان كاركتر، نفترضوا هذا ولازم تحطها انتر دو كود هذيك تتسمى كاركتر، هذا يتسمى كاركتر ويد، هذا يتسمى سامبول سي ان كاركتر، هذا كاركتر. دونك الكاركتر هو التايم تاعه ما يفوتش كليك واحدة في الكلافي، معناها تكليكي مرة بركة في الكلافي وأي حاجة موجودة في الكلافي سيتان كاركتير. الشين دو كاركتير لا، هو أن أنسومبل دو كاركتير. الشين دو كاركتير سيتان أنسومبل دو كاركتير يعني مجموعة كاركتيرات، يعني تكتب جملة باختصار الشين دو كاركتير هو كلمة باراجراف جملة اللي تحب، المهم أن أنسومبل دو كاركتير. به هذوما لي تيب دو دوني سامبل. شكون عنده لهنا كيستيون؟ شنو حاجة شكون عنده حاجة مش واضحة ولا واضح يا جماعة الكل؟ واضح به واضح به. ديما في اي اكزرسيس في اي زمان او مثلا جماعة في الباك ديما كيقول لك اخدم لي اكزرسيس الجوريثميك سوليسيون الجوريثميك، اخر حاجة وين تخدم الالجوريثم نتاعك راه لازمك تعمل التي دي يو. التي دي يو هذا شنو الفايدة نتاعو؟ التي دي يو انه تحط فيه لي فاريابل لي زوبجي نتاعك اللي استعملتهم لي فاريابل والتيب نتاع كل فاريابل نتاعك. دونك لهنا احنا كان نرجع شوي لهنا الالجوريثم نتاعنا التي دي يو نتاعنا كي نجي نعمل التي دي يو لهنا تابلو دي ديكلاراسيون دي زوبجي اللي هو فيه دو كولون اوبجي اوبجي و والتيب ناتيف بي. شنو مالي زوبجي اللي هنا اللي استعملناهم؟ استعملنا ال A وال B فقط. دونك لهنا التابلو باش يكونوا فيه قداش من فاريابل، فيه دو فاريابل اللي هما شنوما؟ اللي هما ال A وال B. يعني انت وين عندك الالجوريثم راهو اخر الالجوريثم نتاعك لازمك تعمل التي دي يو، مفيش الفايدة نتاعو انه تقول له شنوما لي زوبجي اللي استعملتهم والتيب نتاعهم. ال A سي ان تيب اونتي وكيف كيف البي سي دو تيب اونتي، هذوما عندنا لي زوبجي نتاعنا. دونك انت وين عندك الالجوريثم سوليسيون تخدم الالجوريثم راه بعدها بالضبط باش تعمل التي دي يو نتاعك. اذا ما عملتش التي دي يو بتبيع خدمتك ناقص، مش غلطة مي ناقص. لهنا نعطيك دي زيكزامبل نتاع تي دي يو كيما البي كيما ال طبعا سي دي زيكزامبل نتاع ديكلاراسيون. بيه التي دي او زادا كيما تنجم تديكلاري فيه والا تحط فيه لي فاريابل نتاعك زادا اذا عندك دي كونستانت، اذا عندك دي كونستانت لازم ديكلاريهم زادا غادي في التي دي او نتاعك. كيما لهنا عمل لك البي سي نعرفوه البي اللي هو التروا فيرجيتاتور هذاك في الماء. البي التيب نتاعو شنو؟ سي تو تيب كونستانت و ايجال 3.14. دونك الكونستانت كيفاش ديكلاري في الـ في الـ تي دي او في الـ في التابلو نتاعك مش كيما الفاريابل. الفاريابل شفت كيفاش عملنا؟ كتبنا ا دو بوين وحطينا في التيب نتاعو اونتي، مي في لي كونستانت لا، كونستانت تكتب كونستانت ايجال وتكتب الفالور نتاعو مش كيما لي فاريابل. فاريابل كيما لور اونتي موي ريال فراز شين دو كاركتير لا، لي زوبجي الاخرين لا في لي كونستانت. اذا عندك كونستانت تكتب اسمها في لي زوبجي وفي التيب ناتير تعمل كونستانت ايجال وتحط الفالور نتاعها قديش. ب توا
باش نتعدوا لي زوبيراتور اريتميتيك. لي زوبيراتور اريتميتيك اللي هما كيما لهنا عطيهم لنا الكل بلس موان ليتوال اللي هي الفوا سور هي ديفيزيون. عندنا نوعين من ديفيزيون، ديفيزيون ريال وديفيزيون انتير، وعندنا الريست. ليه مش نبدا بالوحده بالوحده؟ لهنا لاديسيون، لاديسيون لهنا كيما نجم نجمع اعداد، كيما نجم نجمع دي شين دو كاركتير. ليه نفترض كتبت لك هك لهنا كتبت لك 5 بلس 6 واضحه دي العمليه 5 بلس 6 ايكال 11 معناها باش نجمع الاعداد. يعني البليس اذا خدمت مع دو نومبر باش تعمل لي 100، باش تجمع تعمل لي لاديسيون دو دو نومبر. باهي اذا خدمتها تو في حاله اني خدمت على شين دو كاركتير، نفترض كتبت هكا، كتبت مثلا باك بلس 2024 هك، شنو باش تعمل؟ ما نجمش نجمع دو شين دو كاركتير. دونك لهنا مش باش تعمل لي الصوم نتاع لي دو شين هذوما، مي باش تلصقهم في بعضهم. اش معناها؟ معناها باش يولي لي شين واحدة مكتوب فيها باك 2024. واضح؟ هذه العملية هذه تتسمى كونكاتيناسيون. العملية مع لي شين تسمى كونكاتيناسيون. اش معنى كونكاتيناسيون؟ معناها لصق دو شين دو كاركتير في بعض. والعمليه هذه باش تصير بالاوبيراسيون والى العمل بالبلس هذه لوبيرون بلس. دونك البلس اذا خدمتها مع دي نومبر، سواء كانت لي نومبر هذه اعداد بالفاصل مش بالفاصل، تجمع لي. اذا خدمتها مع لي شين دو كاركتير لا ما تبقاش تجمع، تولي كونكاتيني، تلصق تلصق لك لي شين في بعضهم. مش لازم زوج دو شين برك، نجم تعمل دو شين تروا شين كات شين على حسب البليسات الموجودين وعلى حسب النومبر دو شين اللي عندك انت. لهنا تلصق باش نكونوا واضحين. دونك مع الشين تعمل كونكاتيناسيون، مع العدد تعمل لنا اديسيون الى الصوم. باهي نتعدوا اللي بعد سوستراكسيون. سوستراكسيون هي الديفيرونس، معناها تطرح حاجة من حاجة. واضحة دي نعرفها من قبل. باش نطرح زوز عديد من بعضهم، خمسة موان تروا باش تعطيني دو، هذيا سيلا سوستراكسيون. اللي بعدها مالتيبليكاسيون. سوستراكسيون معناش عنا كان مع العديد تخدم سوستراكسيون، مي لاديسيون تخدم مع العديد ومع لي شان دو كاركتير. كيف كيف الملتيبليكاسيون زادا تخدم مع الاعداد ومع لي شين دو كاركتير. واضح؟ تو نشوفو كيفاش. كي نكتب باغ اكزومبل 3 فوا 2، نعرفو هادي انها تعمل ملتيبليكاسيون اللي هي ايكال 6 تعطي. مي نفترضو عملت دو شين، معناها يعني مثلا كتبت 3 فوا فوا باك والا فوا بي، فوا بي ا الشين هادي، شنو باش يعمل لي لهنا؟ بطبيعة ما نعرفوه هالجري قبل اني نجم نضرب ثلاثة في كلمة، ما نعرفش شنو باش تعمل. باش تعاود لي الشين هذي ثلاثة مرات. دونك النتيجة نتاعي اللي باش نحصل عليها بي ا بي ا بي ا. واضح؟ دونك لهنا اذا ضربت النومبر في شين دو كاركتير شنو باش يصير؟ كأني قلت له عاود لي الشين هذيك، عاود هذي لصقها في بعضها قديش من فوا، قديش من مرة، 3 فوا 5 فوا. دونك لهنا كي نحسبو هذه الأولى، هذيك أول مرة تعاودت، هذه الثانية، ومن بعد هذه الثالثة. دونك عاودتها ثلاثة مرات، وبالطبيعة النتيجة تجي لاصقة في بعض، دي أ دي أ دي أ، كونكاتيني النتيجة. باهي هذه بالنسبة للبرودوي مع لي شين دو كاركتير. الديفيزيون، عندنا الديفيزيون عندنا نوعين، عندنا ديفيزيون أونتيير وعندنا ديفيزيون ريال، ثم فرق لهنا. باهي باش نعملو ديفيزيون، عندنا نوعين ديفيزيون أونتيير وعندنا ديفيزيون ريال. باهي
لان شو الفرق ما بين ديفيزيون انتير وديفيزيون ريال؟ ديفيزيون ريال هي السيره كلمات نتاع الكالكولاتريس اللي كنا نعرفوها سلاش هذيك، وديفيزيون انتير مع مشي نفس اسمها ديف، فرق حتى في الكتيبه لونتير اسمها ديف والريال هي السيره دي. باهي نفترضوا كتبت نحب نحسب عمليه اللي هي 5 على 2، قديش تعطيني 5 على 2؟ بالكالكيلاتريس ديفيزيون ريال 5 على 2 باش تعطيني 2.5، 2.5 هذيك ديفيزيون ريال. نفترضوا 5 ديف 2 المره دي، 5 ديف 2 اللي هي شنو بلغه اخرى؟ 5 ديف 2 اش معناها؟ معناها قديش موجود في الخمسه من 2، قديش موجود من 5، قديش موجود في الخمسه من 2 اللي هي الديفيزيون اكليديان. هاك الديفيزيون اللي خدمناها قبل في الرابعه ابتدائي ولا هي الخامسه اللي هي هكا، تجي تعمل 5 بعدها 2 تتسمى القسمه الاقليديه، يعني تفكروا هكا لهنا 5 على 2 قديش فيها؟ فيها 2، وقديش الفاضل؟ الفاضل 1، لأن 2 في 2 4، 5 في 4 تعطينا 1. دونك لهنا كي نجي نقول 5 ديف 2 يعني 5 قديش فيها من 2 اللي هي النتيجة هي هذي، هاي هذيك الريزلتان تاعنا. دونك 5 ديف 2 باش تعطينا 2. شفت لهنا حتى النتيجة، النتيجة في الديفيزيون أونتيير تجيك من غير فاصل، النتيجة في الديفيزيون أونتيير من غير فاصل لو عطيتنا 2، لكن في الريال تعطيك النتيجة كاملة. يعني كان تنحكوا على البريسيزيون الدقة في الريزلتات، الديفيزيون ريال أدق، ديفيزيون ريال تكون أدق في النتيجة نتاعها، لأنه فرق ما بين نجي نقولك راهي 5 على 2 هي 2، 5 على 2 هي 2.5، بالطبيعة 2.5 أدق في البريسيزيون. مي لهنا مرات نحتاجو الديفيزيون أونتيير، ما نجموش نحكمو بالديفيزيون ريال. باهي هذه أول حاجة. دونك كي نجي نقولك ديفيزيون ريال أعرفها أوتوماتيك، راني نحكيلك على سلاش. كي نقولك ديفيزيون أونتيير وإلا نقولك ديف، كي نقولك كلمة ديف أعرف روحك راني نحكي على ديفيزيون أونتيير. بالنسبة للنتيجة في ديفيزيون أونتيير ما فيهش بالفاصل، يعني فالور واحدة دو تيب أونتي. وبالنسبة لديفيزيون ريال التيب نتاعها النتيجة باش تكون ديفيزيون ريال، سي تان تيب فلوتون. بي لهنا ناخذو اكزومبل اخر، مثلا نجيك نقول لك احسب لي 10، احسب لي 10 على 2 ديفيزيون ريال هذيك، ونجي نقول لك احسب لي 10 ديف 2. بالنسبة ل 10 على 2 باش تعطيني 5.0.5، 5.0. يعني لهنا حتى إذا جبت الأصل النتيجة تكون لنا من غير فاصل، في ديفيزيون ريال يعطيك بالفاصل. علاش في العشرة على 2 نعرفوها 5، مي هو ما يعطيكش 5، يعطيك 5.0، 5.0. لكن لهنا في ديفيزيون أونتيير لا، كالعادة يعطيك 5، يعطيك النتيجة من غير فاصل ديما، النتيجة نتاعنا في ديفيزيون أونتيير. ليه؟ باختصار ديفيزيون ريال كأنك تحسب بالكالكيلاتريس، شد الكالكيلاتريس واحسب النتيجة نتاعك. ديفيزيون أونتيير لا، باش تمشي تخدمك ديفيزيون إكليديان اللي هي القسمة الإقليدية، وتعملك العشرة القاسم والمقسوم كيما نعرفوها قبل، قاسم والمقسوم اللي هو العشرة والقاسم هو 2، وتعملك العملية نتاعنا كيف هكا هكا. العشرة قديش فيها من 2 فيها 5، والريست هو 0. دونك الديف النتيجة نتاعها هي 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 هذه بالنسبة للديف ديفيزيون أونتيير وديفيزيون ريال. تو باش نتعدو للأخرانية اللي هي الريست دو لا ديفيزيون أونتيير، الريست اللي هي المود. لهنا سهلة برشا، ما نبعدوش برشا، مازلنا في العملية هذه، العملية هذه والعملية هذه. لهنا شنو عندنا؟ عندنا 10 على 2، شو قلت لكم قبل؟ 10 على 2 هي 5 والباقي 0، الباقي هو المود، الباقي هو
المودم تاعنا اللي باش نحكوا عليه اللي هو الريست دو لا ديفيزيون اونتيير دو ا بار بي يعني دو 10 بار 2 يعني تمشي تعمل القسمه لهنا مثلا في العمليه 5 على 2 الديف نتاعنا النتيجه نتاع الديف هي 2 والنتيجه نتاع المود هي الان الريست نتاعنا هو الان دونك المود المود هي الريست مثلا 6 مود 2 كي نكتب 6 مود 2 نعمل العمليه ديفيزيون اكليديان كالعاده 6 قديش فيها من 2 فيها 3 والباقي 3 في 2 قديش 6 6 الا 6 باش تعطيني 0 هذه دونك النتيجه نتاع الديف هي 3 والنتيجه نتاع المود اللي هو الريست هو 0 شكون عنده كيستيون لهنا في بالي واضح سواء واضح يا جماعه ولا يا جماعة شكون عنده سؤال ولا فاهمين؟ فاهمين شباب بي لي زوبيراتور لوجيك تو باش نتعدى كيما عندنا لي زوبيراتور اريتميتيك هما على شنو؟ هما لي زوبيراتور اللي يتخدموا على لي تيب على الاعداد باختصار لي زوبيراتور اريتميتيك يتخدموا كان على الاعداد لي نومبر مي لي زوبيراتور لوجيك لي زوبيراتور لوجيك يتخدموا على اكل فو ولبري النتيجه نتاعهم تعطيك فو ولبري كيما شنو مثلا لهنا نجي نيجاسيون بطبيعه سامحوني نسيت لهنا الديفيزيون ريال في البايثون هي سي تبقى نفسها الديفيزيون اونتير الديف تولي دوبل سلاش في البايثون يعني في الالغوريتميك كي تخدم على الالغوريتم سوليسيون الالغوريتميك تعمل ديف في البايثون تولي دوبل سلاش ورا بعضها في الريس دو لا ديفيزيون اونتيير المود المود في الالغوريتميك في البايثون تولي لك بورسون باش لازمكم تحفظوهم بطبيعة هذا اللي انتم تخدموا بهم في الدي تي بي بي نرجع لي زوبيراتور لوجيك لهنا لي زوبيراتور لوجيك هما اللي يتخدموا يعطوك نتيجة يا فري يا فو في اللغة يعني حاجة تتخدم على الفري والفو على الترو والفولز به النيجاسيون لهنا شنو باختصار نيجاسيون شو معناها اللي هي نيجاسيون نيجاسيون اللي هي في ال نو اللي هي تمثل نو اش معنى نو نو نجي نيجاسيون تاع ترو نجي نكتب لك نو تاع ترو ولا نو تاع الفري يعني العكس تاع ترو هو شنو هو الفولز والنو بطبيعة هنا في البايثون تولي لك نوت مي في الالغوريتميك نو باش ما ندخلكمش بعضكم في الالغو نو وفي البايثون نو بايثون تولي لنا نوت ليه النوت نتاع ترو يعني العكس نتاع ترو هو الفولز والعكس نتاع الفولز اللي هو ترو بالطبيعة لهنا ما ديم نحكو على الفولز والترو دونك لهنا التيب نتاعنا شنو نخدمو تو على التيب انا تيب نخدمو على البوليان اللي حكينا فيه قلنا التيب بوليان هو ما ياخو كان فري وفو اللي هو ترو فولز باهي هذه نيجاسيون واش معناها نيجاسيون معناها العكس نتاع اللي موجود كان عندك ترو باش تعطيك فولز كان عندك فولز باش تعطيك ترو النوت ما تخدم كان على التيب بوليان بي الكونجونكسيون اللي هي الاي اللي هي بالبايثون تولي لك اند هذه اون برانسيب قريتوها في الماتير تكنيك قبل قديمة شوي مش نديري في الدوزيام اني ولا التروازيام قبل قرينا في التكنيك في التابلو نتاع ال مثلا الا عندنا الا وعندنا البي وعندنا هذه البي نتاع البي تاعنا
ولهنا باش نعمل اي بي. اش معنى اي بي؟ تم تفسيرها لكم تو كيفاش نطلعوها. هذه هي الاي بي، ومن بعد تو جينا الأ او بي اللي هي الاخرانية أ او بي. بي لهنا النتيجة نتاعنا قبل كل شيء لازمنا بطبيعة ناخو فالوريت نتاع كل واحدة، باش ناخو كاد فالور نخدم عليها. الأ مثلا لهنا الأ باش ناخو ترو فولس ترو فولس، ولهنا باش نعمل ترو ترو فولس فولس. ب لهنا اللي حاجتي به هي الـ A E B. ب لهنا كيفاش نطلع الـ A؟ باختصار شنو تعمل الـ A؟ هي قلنا نحن راي في البايثون ان، هذه لازمكم تعرفوها بالطبيعة في البايثون، لأنك باش تخدم في تي بي لازم تكتبها اون بايثون. باهي لهنا في البايثون او في الـ A كيفاش تخدم الـ A؟ بدلها بال ملتيبليكاسيون عملية الضرب، والترو نبدلوها بالواحد، والفولز نبدلوها بالصفر، ونخدم كأنك باش تعمل عملية نتاع ضرب ولا عملية. لهنا كي نقول لك ترو في الترو، لهنا A اي بي ترو في الترو، اش معناها واحد في الواحد؟ شنو باش تعطيني واحد اللي هو ترو، لهنا فولز ترو، صفر في الواحد في عملية الضرب صفر، دونك فولز. لهنا ترو اي فولز، الترو قلنا الواحد والفولز هي صفر، كي نضرب واحد في الصفر تعطيني صفر، فولز كيف 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 لهنا فولز فولز صفر في صفر تعطيني صفر اللي هي فولز. باهي هذه بالنسبة للاند، يعني الاند والاي شنو ما هما، عوضهم بالمالتيبليكاسيون يعني عملية الضرب، وعوض الترو بالواحد، وعوض الفولز بالصفر، واعمل عملية كأنك تجمع ولا تضرب. ثم شكون خرج؟ به مش مشكل. بالنسبة للأو، الأو هي شنو؟ أ أو بي، إيش معناها؟ كيما عوضنا الأي عوضناها بالبرودوي، الأو نعوضها بالبلوس، عملية الجمع، ونخدم. ترو مع ترو لهنا، واحد مع واحد بطبيعة في البينير، نحن نخدم في البينير دونك تعطينا واحد اللي هي ترو، صفر مع واحد تعطينا واحد اللي هي ترو، ترو اللي هي واحد مع صفر تعطينا واحد اللي هي ترو، صفر مع صفر تعطينا صفر دونك فولز. يعني كان الاخرانية اذا الزوز صفر في الاو، اذا الزوز صفر تعطينا زيرو، مي اذا مختلفين والا نفسهم في الترو تعطينا ترو. هذه بالنسبه لل اوبيراتور لوجيك. لي اوبيراتور دو كومباريزون اللي هما هذو، هذوما اون برانسيب مش صعاب زاد. لي اوبيراتور دو كومباريزون اللي هي ايغال، مثلا نجي نقول لك حاجه ايغال حاجه اللي هي هذه، الديفيرون حاجه مخالفه ديفيرون حاجه اخرى، الستريكتمون سيبيريور ولا انفيريور، ولا انفيريور ويغال هذوك نعرفهم في المات. كي نكتب لك مثلا نقول لك ا آه هل اني ال ا ايغال بي، اعمل لك ا آه ايغال بي، يعني ايش معناه؟ هل اني ال ا ايغال بي مساويه؟ هذه هي تيست ديغاليتي، حاجتي بالديفيرون نعمل لك السامبول هذا كالديفيرون هذا في البايثون يوليك نقطة تعجب ايغال. كاني حاجتي بالسيبيريور ويقال ستريكتومون سيبيريور، اش نكتب هاك، يعني هل اني الا اكبر من بي ونشوف، والاخرى كان العكس هل اني الا اصغر من بي. كان حاجتي بالانفيريور ويقال نزيدها هيك انفيريور ويقال، والا سيبيريور ويقال يعني اكبر او مساوي، هذوما حوايج بديهيه في بالي معناها مش ما فيهمش مشكل.
جيست شنو اللي عندنا جديده؟ لابارتيان. لابارتيان زاد قرينها في الماء اللي هي شنو؟ ابارتيان يعني تنتمي المجموعه. ولا مثلا نجي نكتب لك هنا سان ابارتيان السمبول نتاع لابارتيان ما عنديش دونك سمبول نتاع لابارتيان بيه. مثلا نجي نكتب لك هل اني سان ابارتيان هل أني سانك أبارتيان للأنسامبل هيك مثلا كات فيرجيل ك 41 فيرجيل سانك فيرجيل نعم بالطبيعة أنت مش تقول لي لا إلى هنا سانك اللي موجودة هي إلى هنا دونك مش تعطينا فري اللي هي في البايثون اللي قرناها في الماث الأبارتيان قرناها في الماث يعني أنسامبل أبارتيان ان ليمو ابارتيا ان انسامبل محدد. في البايثون تولينا ان يعني هنا باش نبدلها بالبايثون نكتب 5 ان والانسامبل هذه كنخليها نفسها ما يتبدل فيها حتى شيء. ليه؟ طب هي بالنسبه للزوبيراتور نتاع الكومباريزون اكبر اصغر مساوي ديفيرون هذوما ما فيهمش مشكله. باش نتعدوا توا للي فونكسيون بريديفيني على اللي تيب اريتميتيك اللي هما قريتهم في الكور لاروندي والراسين كاري الاليا والانت والابس والحكاية هذيك ومن بعد باش نتعرفوا للشين دو كاركتر بي لي فونكسيون بريديفيني سي لي تيب اريتميتيك لي فونكسيون بريديفيني سي لي تيب اريتميتيك اول حاجه عندنا الاروندي الاروندي هي شنو في البايثون تولينا رامب هي الفالور ابروشي في المات اما ثم خلاف صغير انا رد بالكم ركزوا فيه هي احنا في المات نعرفوا انه الفالور ابروشي نتاع العدد كانوا من نص فما فوق الفاصل مثلا هنا عندي 2.8 الفالور ابروشي الراوند نتاع 2.8 هنا شنو باش نعمل نمشي نشوف الفاصل نتاعي كانوا فوق النص باش نعطي العدد اللي بعد 2 يعني الريزلت تاع هنا شنو باش تعطيني 3 كيف عرف نمشي نشوف الفاصل راعي كان للفاصل في الراوند لا روندي نشوف الفاصل كانوا اكبر من النص يعني اكبر من 5 باش نتعدل العدد اللي بعده 2 بعد 2 3 سيبوزون مش وي سيبوزون 2.2 مادام 2 اصغر من النص باش يبقى نفس العدد دونك ما يعطينيش 3 يعطينا 2 يبقى نفس العدد هذه في الحالة أنه أصغر من نص الفاصل نتاعي لما راعي في الفاصل أصغر من نص وإلا أكبر من نص سيبوزون عملت الراوند هيك نتاع 2.5 هذه كيفاش باش تخدم نعطيكم إكزامبل آخر راوند 3.5 يسير باهي لهنا في الراوند اذا عطيتنا كالعاده نمشوا للفصل نتاعنا لاني باش نلقاه فوق الخمسه لاني باش نلقاه اصغر من الخمسه دونك شنو نعمل اذا في النص باش نمشي نشوف العدد نتاعي كانوا زوجي باش يبقى نفسه يعني باش تعطينا 2 كانوا فردي باش يعطينا اللي بعده اللي هو شنو اللي هو 4 نزيد نعاود كانوا في النص كما لهنا ولهنا نمشي نشوف العدد نتاعي هذاك كان لقيته زوجي نخليه زوجي حاجتي بي عدد زوجي يعني يقبل القسم على 2 كان لقيته فردي نمشي للعدد اللي بعد اللي هو كان شكون عنده مشكله لهنا واضحه يا جماعه ولا هاي واضحه اي واضحه ماشي واضحه باهي مريك هذه بالنسبة للاروندي يعني اروندي في الالغوريتميك والبايثون تولينا رام الراسين كاري لهنا
راسين كاري في المات نعرفوها، جيت تحفظها هي شنو اس كي ار تي في البايثون، هي تعمل راسين جذر تربيعي، جذر تربيعي نتاع عدد اس كي ار تي دو 25 هي ال 5 والاس كي ار تي دو موان 4. احنا نعرفوا ان عندنا قاعده لازم اللي في وسط الرسيم ما يكونش نيجاتيف، ديما لازم يكون سوبيريور او ايجال، يعني اقل حاجه لازم الفالور اللي في وسط الرسيم بتاعي صفر. هذاك علاش في الاكزامبل الثاني اس كي ار تي دو موان 4 خرجت لنا ايرور مشكل. جربوها حتى اللي عنده كالكيلاتريس ويكتب عدد يعمل راسين كاري نتاع موان 4 خرج لك ايرور. هذه بالنسبه للراسين كاري، راسين كاري نعرفوها. الاليات، الاليات اش معناها اليات؟ اليات هي ريتورن ان انتي الياتوار دو لانترفال في اي اي في اف. ان انتي الياتوار اش معناها؟ يعني باش في بلاصه شفت انت في الاكزرسيس الاولاني بالكل اللي خدمناه اليوم، قلنا نعملوا سيزين تاع دو زونتي، سيزين تاع دو زونتي قلت لكم اعملوا انتوما سيزي. دونك شنو استعملتوا؟ استعملتوا الانستركسيون لير. مي اذا لقيت انت في اكزرسيس يقول لك اعمل لي سيزي دو دو زونتي دين فاسون الياتوار كيما لهنا، دين فاسون الياتوار، وقتها ما عندكش حق تستعمل اللير. اللير لانك انت باش تستعملها باش تدخل حاجه باختيارك انت المختار الفالور هذاك، مثلا نختار 5 نعمل اونتري صحيح دخلت 5. مي دين فاسون الياتوار لا، دين فاسون الياتوار لازم تكون طريقه عشوائيه، يعني انت ما عندكش حتى دخل في السيزين تاع العدد. واضح؟ دونك لهنا كي نجي نقول لك سيزي عادية تكتب لي لير أ، هاي لير أ هذه في العادية كما خدمنا الاكزرسيس الأولين. لكن دين فاسون الياتوار لهنا مثلا نجي نقول لك نحب عدد محصور ما بين صفر وعشرين، اش تكتب لي؟ ما تكتبليش لير، تكتب لي أ يساوي وإلا أ رسوا، رسوا شنو؟ أليا الفونكسيون اليا اللي هي تعطيك عدد الياتوار وتحدد لها لي بورن منين لمين، من صفر للعشرين. دونك لهنا شنو باش تعطيك؟ باش تعطيك عدد عشوائي من صفر حتى العشرين. وين باش نحطوه؟ باش نحطوه في الأ، باش نحطوه في الفاريابل أ النتيجة نتاعو. دونك لهنا إذا طلبت منك تعمل لي سيزي نتاع عدد دين فاسون عادية يعني من غير فاسون الياتوار راك باش تخدم باللير. إذا قلت لك طريقة عشوائية راك باش تستعمل الفونكسيون أليا ب دونك لهنا عطيتكم ليكزومبل في البايثون باش تولي لي راند ان ولازمك تحط لها الفروم راندوم امبورت ايتوار، فروم راندوم امبورت ايتوار اش معناها هذيك؟ تو نفسرها لكم تو على طوني. نمشي نخدم لهنا، نجي نكتب لكم هكا هكا باش نعملنا تو. احنا عملنا في الاكزرسيس تو عملنا سي زي هذاك ال ا وال بي وعملنا صون في الافيشات. تو باش نعمل دين فاسون الياتوار شنو يتبدل فيه الاكزرسيس هذا؟ يتبدل فيه هذي باش نعملها راند ان. علاش راند ان؟ لاني قلت لكم الاليه باش تولي راند ان في البايثون، دونك لازمكم تحفظوها، يعني ثم حوايج تتحفظ بالطبيعة تتفهم ومن بعد تتحفظ. نفترض وقلت لكم كيما الاكزامبل اللي عملناه عدد من الصفر للعشرين كيف كيف لهنا نحب في البي تحط لي عدد عشوائي من الصفر للعشرين. كي نجي نعمل اكزيكسيون لهنا باش يخرج لي ايرور. علاش؟ اش تيقول لي؟ تيقول لي راند ان is not defined. اش معناه؟ راني ما عرفتهاش الفونكسيون اللي تستعمل فيها راند انت دي مش معروفه. هذاك علاش هو في لينونسي في الكورس كتبلك فروم راندوم امبورت ايتوار. شنو هذيك؟ هذيك سيتان دي بيبليوتيك. البيبليوتيك هذيك شنو الفائده نتاعها؟ كاني جيت قلت له خلينا نكتب لكم ونفسر لكم فروم راندوم امبورت ايتوار. كاني جيت قلت له راي الفونكسيون راند انت هذه راي موجوده باش نستعملها وموجوده في وسط البيبليوتيك راندوم. واضح؟
وقتها هو كي تستعمل انت الفونكسيون ران انت باش يستعملها، لكن منين باش يجبدها؟ باش يجبدها من البيبليوتيك لهنا، راهي مش موجوده لهنا، انت تكتبها وحدك من غير الامبورتاسيون هذه خرج لك الرير. علاش؟ لانه ما لقاهاش. لكن انت كي تقول له برا اجبدها لي فروم راندوم، من راندوم من البيبليوتيك راندوم اجبد لي الفونكسيون هذه، وقتها باش يلقاها ويستعمل. واضح؟ دونك لهنا عمرك ما تستعمل في البايثون راند انت من غير لا تستعمل البيبليوتيك، مستحيل كان تخدم. نعملو تو ليكزيكسيون، شنو عمل لك؟ عمل لي لافيشاج كات، نزيد نعاود ليكزيكسيون 13، بعد 13، بعد 27، 30، 10. كيفاش تتبدل العمليه؟ لان الاول بي قاعدين يتبدلوا دي الفاسون الياتوار. دونك اذا نحب نثبت شنو فيشي الاول بي، شنو فوسط شنو نكتب ا إيجاب، وتحت باش نشوف الفالور دو أ، ولهنا باش نشوف الفالور دو بي، ولهنا باش نكتب إس إيجاب باش نافيشي الصوم نتاعي. نعمل إكزيكسيون الأ الإحتمال الأولاني، الأ قداش خدت؟ 3، البي 12، والنتيجة نتاعي قداش؟ الإس 15. نزيد نعاود الحالة الثانية A 3 B 10 بعد ولت لي 13. نعاود نكزيكسيون ال A 10 11 والصوم 21. دونك خدمتنا مريض. واضح؟ دونك الراند إن تعطيك عدد عشوائي من صفر، من صفر حتى للعشرين. هذه إذا حطت لها أنت صفر عشرين، مي نفترض وبدلت البورن نتاعي يولي يعطيك عدد من صفر للمية. شفتوا لهنا 85 طلع هذا 19 86 34 20. دونك الأ الماكس نتاعها الأ الفالور دو أ الماكسيموم ما يكونش أكثر من 20 اللي هو البورن هذا. يعني أنت لهنا صفر هي الفالور إنيسيال، منين باش تبدا والفالور ماكسيمال قداش باش توصل، هذه هي الأليام تاعنا. بيه نرجع عندنا تو الفونكسيون او ان تي اللي هي الانتير بارتي انتير نعرفوها في المات، هذه او ان تي اللي هي شنو؟ اللي هي تعطيك البارتي انتير نتاع العدد. نفترضوا العدد اللي خذاه لهنا 4.25، البارتي من غير فاصل اللي هي شنو؟ اللي هي الكات. دونك ينحي لك الفاصل باختصار، الاو ان تي اللي هي في بايثون انت نحي لك الفاصل نتاع العدد، بارتي ديسيمال تنحى. ب الابي اس اللي هي الفالور ابسولي، القيمه المطلقه نعرفوها قبل قرينها في المات. الابي اس نتاع اكس مثلا لابس الفالور ابسولي نتاع الكاد تعطينا كاد، الفالور ابسولي نتاع موانس تعطينا سان، هذيك سي سي لا فالور ابسولي اللي هي الابس اون الجوريثميك، والابس زاده في البايثون نفسه. ليه تو باش نتعدوا للي فونكسيون بريديفيني على لي شين دو كاركتير طويلة شوي، مي تو نبدو فيها مش مشكل. باهي لهنا لي فونكسيون بريديفيني سير لي شين دو كاركتير لي هما شنو؟ أول فونكسيون عندنا اللونغ، اللونغ لهنا شنو تعمل؟ كالكلي لك اللونغير نتاع الشين دو كاركتير نتاعك. كيفاش؟ نفترضو الشين نتاعي هي سي هاش، حطيت فيها مثلا باك 2024. كي نجي نكتب لونغ سي هاش، لونغ سي هاش شنو باش تعطيني؟ باش يمشي يحسب لي قداش من كاركتير فيه الشين، واحد اثنين ثلاثة مع العلم الاسباس يتحسب برا، أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. النتيجة نتاعي لونغ سي هاش إيكالا وي، يعني سي هاش يتكون من ثمانية كاركتيرات باش نكونوا واضحين. لونغ دونك الفونكسيون لونغ شنو تعمل لك؟ تحسب لك قداش من كاركتير في الشين نتاعك، هذه هي اللونغ في البايثون. ال او ان لين سي هاش، نتعدوا للفونكسيون بوز، بوز سي هاش 1 سي هاش 2. دي البوز سي هاش 1 بوز اللي هي ستركتير نتاعها هكا، بوز سي هاش 1 برقيل سي هاش 2 شنو باش تعمل هيك؟ باش تلوج لي على الشين
الأولانية في الثانية. باهي نفترض عطيتها سي اتش ان، عطيت سي اتش ان تاعي بي، و سي اتش دو عطيتها بي ا سي بي. باهي لهنا كي نعمل بوز، كي نعمل بوز نتاع سي اتش ان سي اتش دو، كأني قلت له برا لوج لي على الشين الأولانية وين موجودة في الشين الثانية، هل أني موجودة ولا كاني موجودة، أعطيني البوزيسيون تاعها وين موجودة. شنو باش يصير لهنا؟ قلت له لوج لي على البوز نتاع الكاركتير بي ولا الشين بي في الشين بي آ سي بي لهنا، باش نمشي نلوج البي قديش وين موجودة لهنا. كيفاش باش نخدم لهنا؟ باش يطلع لي البوزيسيون وين موجودة، أول بوزيسيون موجودة في الشيء. باهي لهنا كي نجي نلوج شنا نلقى لهنا البي الانديس نتاعها زيرو، بالطبيعة الشين نتاعي ما قلتهاش الملاحظة هذه، أنو ديما كي نجي نحسب الشين نتاعي ديما لي زانديس نتاع لي كاركتير راهو يبدو من صفر، يعني أول كاركتير الانديس نتاعو صفر، الـ A، أن، السي، دو، وإحنا ماشيين، دونك لهنا أول انديس نتاعنا الـ B زيرو، الـ A واحد، السي دو، والـ B تروا، دونك لهنا كي نجي نقول هنا البوزيسيون نتاع الـ B في الشين نتاعي هذا وين موجودة، باش يلوج على الكاركتير B باش يلقاها في أول بوزيسيون باش يرجع لي زيرو، باش يرجع لي يقول لي راهي البي موجودة في الصفر، ما يمشيليش للي بعدها هذي هاك البي اللي موجودة معاودة مرتين، لا، هذيك علاش قلت لكم لو بريمي اوكيرونس، أول تكرار موجود، أول مرة باش يعطيك النتيجة، يعني أول بلاصة يلقى فيها الشين الأولانية هذيك، يعطيك البوزيسيون تاعها، ما يتعداش يزيد يلوج على واحدة أخرى، لا، طلع لك البوزيسيون الأولى فقط، دونك لهنا باش يطلع لك زيرو. نفترضوا عطيتكم إكزومبل آخر. أعطيتكم هذا في بلاصة لان أعطيك ب ماجسكيل نعطي أ ب منسكيل نعطيك ب ماجسكيل، نكبر فيها يعني في بلاصة هذيك ب لولا باش نبدلها ماجسكيل. باش نلوج على البي تيجي قارن البي الاولى والثانيه، يعني البي هذه بالبي هذه مش كيف كيف، بالطبيعة يفرق ما بين الماجستير والماجستير، دونك الريزلت تاعنا قديش لهنا باش يعطيني، باش يلقى البي اللي يلوج عليها في اخر كاركتير، دونك الانديس نتاعي النتيجه لهنا باش يرجع لي بالبوز باش ترجع لي تروا النتيجه هذه. نفترضوا في الحاله الاخرانيه حتى الكاركتير بي الاخراني بدل ولا ماجسكي ما بقاش مينيسكي، دونك لهنا شنو باش يصير؟ مش باش يلقى البي مينيسكي في الشين، باش يرجع لنا موانزا، وقت اللي ما يلقايش الشين الاولى مش موجوده في الشين الثاني يرجع موانزا. واضح يا جماعه؟ بي في البايثون اش تولي؟ تولي سي هاش دو بوان فايند سي هاش ان، يعني نحنا كنا كاتبينها بوز سي هاش ان سي هاش دو، اذا تخدم بالبايثون تكتب سي هاش باش نلوج في سي هاش دو بوان فايند، يعني باش نلوج على شنو؟ على سي هاش ان، هاديك علاش كتبت سي هاش دو، دونك فوسط سي هاش دو باش نلوج في سي هاش ان، هادي هي في البايثون كيفاش تولي. ب الكونف سي هاش، الكونف سي هاش تحول لنا عدد مسير. نعم نعم مسير بلي نفترضو نفترضو سي هاش قلت له بوست سي هاش ان سور دون سي هاش دو، وسي هاش ان مش كاركتير معناتها الشين كامل،
يشوف فيلم التوستور تاع الكاركتير الاول. لا يلوج لك عليها الكل. مثلا كتبت له بوز باك، هي الكل ما مثلا كتبت له بوز، كتبت له هيك بوز لاشين باك درجيل مثلا باك 2024، هذه اكزامبل. هذا شنو باش يعمل لك؟ باش يلوج لك على كلمه باك شني هذه، لازمها كلها موجوده مع بعض. يلوج لهنا باش يلقاها لهنا، مش باش يقول لك موجوده في البوزيشن 0 اند 2، لا باش يقول لك منين باش تبدا. باش يقول لك باش تبدا راي راني لقيتها وباش تبدا لي من 0. واضح ولا؟ فهمت ولا؟ واضح صحيح. باهي لهنا الكونف سي هاش. فهمت. باهي لهنا الكونف سي هاش. واضح صحيح. السطر طار هذاك علاش؟ الكونف سي هاش لهنا باش تعرفوا الفونكسيون اللي بعدها. الكونف سي هاش لهنا شنو تعمل؟ تعمل لك الكونفرسيون تاع عدد نومبر تحوله لك تشاندو كاركتير. هذه هي شنو تعمل؟ دونك تحول لك الكونسيهاج، تحول لك النومبر لعدد. كيفاش؟ لهنا مثلا نفترضوا الان متاعي هو 125، عدد بالطبيعة مش 125. كي نجي نكتب كونسيهاج ان، شنو باش تعطيني؟ باش تعطيني عدد او تعطيني شين دو كاركتير فوسطو 125. شفت شو صار لهنا؟ صارت كونفرسيون للعدد. شنو هو الليلي؟ والليلي سو فورم دو شين دو كاركتير عن طريق الفونكسيون شنو؟ الكونف سي هاش. دونك الكونف سي هاش الدور نتاعها شنو؟ تحول لي نومبر، تحوله لي سو فورم دو شين دو كاركتير، سواء كان العدد هذا النومبر هذا كان ريال والا شين دو كاركتير، سواء ريال والا اونتي. واضح باهي خونا معز غدوه ان شاء الله السيونس الجديده. تو قاعد نختم في السيونس، تما شكون غايبين على السيونس؟ حب تتبع مرحبا، اما راهي السيونس الاولى معنا بالنسبه للجماعه الغايبين. باهي لهنا هذه بالنسبه للكونف، الكونف سي هاش. سامحوني. باهي تو باش نتعدوا اللي هي في الكونف سي هاش في البايثون تولي اس تي اي، يعني كي تكتبها في البايثون تولي اس تي اي. خلينا نخدموها، خلينا نخدموا بالفونكسيون اللي قريناهم الثلاثة ايات. نمشي للبايثون نتاعي، نفترضوا السي هاش نتاعي باش نحط فيها، باش نبقى نعمل في سي زي لحد شيء، نكتب مثلا باك 2024. وباش نافيشي شنو الانستركسيون اللي قلنا تعمل افيش؟ قلنا الانستركسيون اللي تعمل افيش في الالغوريتميك هي اكرير، في البايثون هي برنت. دونك باش نافيشي حاجة على الاكرون، اش معناها نافيشي حاجة على الاكرون؟ يعني باش نشوف حاجة على الاكرون. شفتوا لافيشاج هو هذا، هذا في اللوجيسيال لافيشاج اللي هي الاكرون تاعي اللي هي الشيل، تتسمى الشيل هذه تتسمى لافيشاج نتاعي. شنو هو باش يظهر لي على الاكرون وكيفاش تظهر الحوايج هذيك؟ تظهر عن طريق الانستركسيون برنت. ليه اول فونكسيون قريناها هي لونغ، باش نافيشي اللونغر نتاع الشين نكتب ال او ان في البايثون، نعمل سي هاش ونعمل هكا ونعمل ليكزيكسيون بالخضر هذه را. شنو هو في الشيل لهنا؟ 8. كيفاش حسب؟ 1 2 3 الاسباس الرابع 5 6 7 8. دونك الفونكسيون لين تفشي لي لونغور قداش الشين نتاعي نتكون من كاركتير. البوز تو باش نتعدو للبوز، اش قلنا؟ سي هاش 2.find. دونك باش ناخو اكزامبل كيما خدينا قبيله، باش نجربو الاحتمالات اللي عملناهم قبيله. هذيك السي هاش 1 السي هاش 2 ايجال كلمة باك بي، ولهنا باش نكتب سي هاش 2 البلاصه اللي باش نلوج بها فروم فاين. شنو علاش نلوج؟ باش نلوج على سي هاش 1 ونشوف شنو باش يعطيني. باش يعطيني صفر. علاش؟ لان البي موجوده في الكاركتير بانديس 0. نفترضوا بدلتها هذه بماجسكيل،
مش باش تبقى بالزيرو، باش تولينا زيرو ان دو الاصل كي نعمل اكزيكسيون تاو باش يفشلي تروا. دونك لهنا هي تروا، علاش؟ لاني البي يونيت سكيل وين موجوده؟ موجوده لهنا اللي هي الانديس نتاعها قداش؟ صفر واحد اثنين ثلاثة. قلنا أول كاركتير لانديس نتاعو صفر وتبدا تحسب صفر واحد اثنين ثلاثة. دونك لافيشاج عطانا تروا. نفترضوا لهنا عطيتو بي ماج سكي باش يفيشينا، ما يلقاهاش اون برانسيب موانزا. دونك عطانا موانزا. باهي، الاحتمال الأخير اللي قلت لنا أنت، إذا عملت كلمة بتاعها هي ما فيها حتى مشكل، إلى وجلك على الكلمة ذيك في الكلمة اللي بعد في الكلمة الثانية. دونك كي نعطيك لهنا يعطيك زيرو، ما يعطيكش يقول لك راهي الباك موجودة في الزيرو وفي الأ وفي الدو، لا، يعطيك يقول لك راهي كلمة باك موجودة أبارتير من الكاركتر زيرو، يعني البداية نتاعها هي صفر. هذه بالنسبة لل function pause. الفونكسيون كوم سي هاش اللي هي شنو؟ كوم سي هاش نعطيها مثلا عدد، مثلا n إيجال 125، ونجي نكتب الكوم سي هاش بطبيعة في البايثون باش تولي لي str. str شنو؟ n. بطبيعة لهنا في اللافيشاج مش باش يفرق، انت كي تشوفها كيفك شعملت لنا اللافيشاج لهنا، حولتها لشين وعملت لها لافيشاج، لكن هو ما عملليش لهنا، ما عملليش هكا الدو كود. كيفاش نعرفها؟ لازمني لهنا نحية البرنت باش نثبت فيها هل انها صار لها كونفرسيون ولا لا. نكتب نستعمل فاريابل سي هاش ونعمل اكزيكسيون لهنا، ونكتب لهنا نشوف شنو فوسطو الان. فوسطو قال لي 125، والسي هاش شفت شعمل لي؟ كي عملت له سي هاش عمل لي راهو فوسطو شين دو كاركتير 125، مش كيما هيك. الان حط لي 125، لكن السي هاش بعد اللي عملت لها الكونفرسيون بالاستير ولت فما كود، ولت لهنا. دونك التيب نتاعها صار له كونفرسيون، ما بقاش عدد ولا شين دو كاركتير. هذيك اش معناها استير. نتعدوا للفونكسيون اللي بعدها، تنزيدوا الفونكسيون الزوز هذا ويزي اليوم ان شاء الله. التيست، التيست اللي هي لهنا قال لك سوا انيم، الفونكسيون الجديده اللي هي انيم. الانيم اش تعمل لنا؟ الانيم التستي لك هل انه الشين هذاك قابل يتحول العدد ولا اش معناه. نجي نكتب لك هنا هكا، نكتب لك اي نيم مثلا الشين، باش نعطيه شين بالطبيعة لازم نحط له شين دو كاركتير. نعطيك مثلا 125 لهنا، ونسألك سؤال لهنا، نقول لك هل انه الشين 125 تنجم انت تحوله لعدد ولا لا؟ فتجاوبني تقول لي ايه. كيفاش تحول؟ بالطبيعة يتحول، ينجم يتحول، يكتب 125. دونك الفونكسيون انيم ما تحوللكش، تقول لك هل انه يتحول ولا. دونك لهنا باش ترجع لك ترو، ترجع لك فري، راهو يقبل يتحول العدد هذاك، العدد الشين هذاك اللي هو لا شين 125 يقبل يتحول العدد اللي هو 125. دونك ترجع لك الريزلت نتاعها ترو. نفترض اعطيتها انيم نتاعي الاكزامبل الثاني، اعطيتها هك اي نيم entre parenthèses نعطيها لا شين 125، ونجي في الاخر نعمل ايطوال ونشوف شنو باش تعطي. باهي لهنا متفاهمين فيه 125 يتحول عدد، لكنك الايطوال هل انك تقدر انك تحولها لعدد؟ لا. دونك لهنا مادام 125 ايطوال ما نجمش نحولو لعدد، دونك باش ترجع لي الانيم فولز، يعني فوق تقول لي راهو مش ممكن اني نحول الشين هذا العدد. باختصار الانين شنو الدور نتاعها؟ الدور نتاعها انها كي تعطيها شين تشوف الشين هذاك كانوا يتكون كله من دي شيفر، يتكون كله من ارقام، راهو يقبل يتحول العدد، ترجع لك ترو. كان لقيت فيه اي حاجه غير الارقام، لهنا في الاكزامبل الثاني لقيت اتوال اللي هو مش ارقام، باش ترجع لك فولز. هذا باختصار، يعني الانيم لهنا العدد متكون الكل من ارقام،
فمنش حاجة أخرى غير الأرقام، لا ألفابي لا ديسامبو لا حد شيء. دونك لنا رجعت لنا ترو، يطلنا رو يقبل يتحول لعدد. إذا أعطيتها في الشين فستو حويج غير الأرقام، غير الأرقام من 0 ل 9 باش تخرج لك فوت أي حاجة. هذه الإني مش نوضعتيك، تعطيك تقول لك هل أنه يقبل يتحول وإلا. في البايثون تولي لك عندك زوج احتمالات كما تنجم تستعمل ch.isDecimal وإلا ch.isNumeric، زوج صحاب يخدموا لك الزوج. نفترض لهنا أعطيت، نحب نجرب على البايثون نكتب لشين ان هذه الch باش نبدل الشين ch هذاك، ونجي لهنا نكتب print ch.isDecimal ch.isDecimal يعني هل انه لهنا نحوها ch.isDecimal شو معناها؟ معناها هل انه ch تقبل تتحول العدد ولا؟ نعمل لهنا ايش تيقول لي؟ يقول لي ترو. نكتب له نزيد له شويه ارقام لهنا يقول لي ترو كيف كيف ما فيها حتى مشكل. زدت له ايطوال فولز نحيتك ليتوال بري ترو، زدت له مثلا سلاش فولز، واضح العملية. دونك أي حاجة الشين إذا كان يتكون كم من أرقام الأينين وإلى الإزديسيم الذي كان يترجع لك ترو، سينو زدت أي حاجة غير الأرقام في سواء ألفابي أي ديسابول أي حكاية رجع لنا فولز. بيه الفونكسيون الأخيرة الفالور اللي باش نقروها اليوم، الفالور اللي هنا هي عكس الكومب سي هاش. شوف الكومب سي هاش اللي قريناها شنو تعمل. الكومب سي هاش تحول لنا عدد الشين، مي الفالور لا العكس بالضبط، تحول لنا شين العدد. كيفاش؟ مثلا نجي نعطيها نكتب فالور لشين 125، شنو باش ترجع لي؟ باش ترجع لي العدد 125، يعني باش تحول لي، مش كيما الانيم اللي كنا نخدمو فيها. الانيم ما تحولش، تستيرك تقول لك راهو يقبل يتحول، لا ما يقبلش يتحول، لكن الفالور هي اللي تحول. اذا حاجتك باش تعمل كونفرسيون تحول من الشين العدد، تستعمل فونكسيون فالور. باهي تقول لي انت شنو الفايده نتاعك الانين اذا انت عندك الفونكسيون فالور؟ باهي لهنا نفترض وجيت للفونكسيون فالور وكتبت لك هكا فالور الشين 125 وعملت لها ايطوال. لهنا كي يجي يعمل كونفرسيون شنو باش يصير؟ باش تصير لك ايرور ديكليكسيون. نعملوها لهنا اللي هي الفالور عندنا، نجي لهنا نعمل انت سي هاش اللي هي هيد هاي الفالور عندك الانت ولا الفلوت. كانك انت باش تحول العدد لونتي، عدد لونتي باش تحول تستعمل الانت. كان باش تستعمل الفلوت يعني تخدم باش تحول عدد بريال، عدد بالفصل. ليه لهنا كي جينا نعمل له انت وهي فيها سلاش ما يقبلش يتحول، نعمل اكزيكسيون يقول لي انفاليد ليترال فور انت، لان راهي ثم مشكله في الكونفرسيون. دونك لهنا باش نتفادى الكونفرسيون المشكلة هذه شنو نستعمل قبل البرنت؟ نقول له if ch1 is decimal يعني وقت اللي هو يقبل يتحول شنو باش نعمل؟ باش نافيشي الكونفرسيون تاعو. واضح ولا؟ يعني شفت الفايدة نتاع ال 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 الانيم. الانيم التستيلك وقت اللي هو يقبل يتحول انت امشي حوله، لكن كي تستعمل طول كونفرسيون انت مش كنثبت هل انه الشين هذاك فيه مشكلة ولا لهنا. كي نجي نمشي نعمل لهنا ما صارت شرارة المرة هذي. دونك كي نحيها هذا مش يعمل لي الكونفرسيون يفيشي لي العدد بنتاعي. واضح يا جماعة؟ شكون عنده سؤال؟ كان عنده سؤال لأيوب أبو هيفا؟ واضح شي واضح.
بيه إن شاء الله السيونس الثانية إن شاء الله باش نبدو غدو في نفس التوقيت إن شاء الله بعد مع الأربعة ونص تقريبا. اللي عنده كيستيون ولا حاجة مش فاهم يحضر كيستيونات متاعه ونجاوبهم نجاوب عليهم إن شاء الله، وإلا حتى أي حاجة أي حاجة تحب تسأل عليها نسأل اسأل ونجاوبك إن شاء الله. بيه نلتقي غدا إن شاء الله، وشهية طيبة وربي يبارك لكم إن شاء الله. عايش كل شيء طيب. عايش، السلام عليكم. شيء طيب يا مسيح. السلام عليكم. وعليكم السلام.